الأم يضحية حمزة أربيطو وقعت الحادثة في الطريق درهلا في جهة ديال القواسم مع مقاطعة. مع 5:30 ديال الصباح عيط لي بني قال لي ماما يجيو باش ندو زينب من الطبيب راه تزاد ليها الحالة تزيرت. واخا وليدي انا هنوض باك وهادي نجي. نوضت الاب ديالو هو كيلبس عليه وكنلبس عليا باش نمشيو من عندو هو يعيط لي قال لي ماما فين نتوما. قلت وليدي حنا ما جايين. قال لي صافي ماما حنا غنخرجها تتمشى شويه لبيد ما نجيو نتوما في ما جبرتونا. قلت صافي وليدي انا ما جايه. حنايا خرجنا في الطوموبيل هو يعيط لي مره اخرى عاود قال لي ماما فين وصلتو. قلت وليدي حنا حدا المقاطعه وحدا جوجولا. قال لي ماما صافي حنا كنتسناوكم. مشينا جبرتو واقف مع الزنقه ديال المقاطعه في الراس ديال الزنقه تما واقف كيستناني. جينا حنايا شبرنا اليمين ديالنا وقفنا مع الطروطوار. جاب المر ديالو فتح الباب ونزل وركبها. جيت انا كنت راكبه القدام نزلت باش نركب معاها اللور باش نخفف عليها شويش. قلت لهم مشاو وليدي الله يرضي عليك جيب الحويجات دمراتك لانه وساكن تما قريب بحدا المقاطعه. جيب الحويجات دمراتك يا بني الله يرضي عليك. قال لي ماما لا هي رياله. قلت له لا وليدي الله يرضي عليك مشي جيب لها الحويجات ديالها ماشي اذا كان شي حاجه مابقاش يرجعي حتى لهنا عاود. قال لي لا ماما هي رياله وصافي هي زيد دغيا نديوها زيد نديوها دغيا صافي. ركبها شاد الباب دار ماشي يجي يركب حدا الاب ديالو يلا دار عمل لي يدو في الباب ماشي يفتح الباب باقي ما فتحش حتى الباب. هو كيقول من شان نقول لك واخا نجي نوصف لك داك المنظر ونقول لك داك الصوت اللي سمعت لان داك الشيء جاز حدايا بحال شي ضبابه كحلة جازت حدايا وكنسمع في داك الشيء بحال شي بوطات طرطقات. شويه مابقيت كنشوف حتى شي واحد واقف حدا الباب. فتحت الباب وهو كنجري جبرت بني ما كاينش جبرت التينكره ديالو في الارض مطيحه. بقيت كنفتش كنجبر الساكادور ديالو في وسط الطريق مطيح. فتش على بني ما جبرتوش بقيت بحال شي حمقى كنفتش في الزنقه. جبرت بني مسيب بعيد واحد المسافه بعيده مسيب. خرجت انا مشيت كنجري خرجت مراتو من الطوموبيل حتى هي كتجري وكتغوت كنمشي وكنرجع. خاصني نمشي نشوف ابني ونفس الوقت خوف انا على مرات بني عندي توقع على شي حاجه. صافي ديك الساعه مشينا كنجري انا كنجري وهي كتجري. كنت ماشي كنقول هادي نجبر بني عنده شي زهريسه مقصح ما كنتش كنتصور نمشي نجبر بني بديك الحاله. كنتي كنتصور نجبر بني بديك الطريقه هذيك انا داك المنظر. واخا نوصف لكم واخا غادي نشرح لكم داك المنظر هذيك راه مستحيل نقدر نعبر لكم على داك الشيء هذيك اللي شفت مستحيل. انا داك المنظر صعيب يتوصف صعيب. هاد الشهر هذا كان يعمل 28 عام خلق لي 21 في الشهر 10 كان يعمل 21 شهر كان يعمل 28 عام. هو الكبير دولاتي أول مولود مسكين عندو. هو أول مولود عندو كان كيتمنى أي فوقاش تجي الدنيا كل نهار كيتسنى كيتمنى أي فوقاش تجي ماشي شبرة في يدو. جاني هذا تسبب الحادثة قلنا سلم راسو يبقى هربان عاد سلم راسو. أه كان هربان عاد سلم راسو ما كانت نازلش الى الحق دبني ودبنتو. انا خصني الحق دبني ودبنتو كانت نازلش يعني ما كانت نازلش الى الحق ديالو. يعني كانوا ماشي بواحد السرعه واحد السرعه جنونيه راه لان غاز من حدا غاز ما عرفاش لان غاز من حدايا بحال البرق شي بحال شي صاروخ غاز من حداك لان مستحيل المملكه كيسقسيوني غير اللون ديال السياره كيفاش نقول لهم راه ما شتاش مستحيل تعرف حتى لون السياره كيفاش نيا وداك ديك الطريقه جنونيه اللي كان ماشي بها مستحيل تعرف من اللون ديالها لان داك المنظر اللي كان ماشي بها منين نزلنا راه ما جبرنا حتى شي واحد كان جبرت انا هي بني بوحدو في الزنقه مسيب كاين حتى واحد. هو
كنطلب من العداله تنصفني وتجيب لي الحق دبني والعائله دبني، خصني انا اقصى العقوبات يتعاقب، يتعاقبوا كاملين ماشي غير هو، كاملين بهم كل شيء يتعاقب. لا ما كانش بوحدو، ما كانش شي جوج ولا ثلاثه اللي كانوا معاه، ماشي بوحدو، كان شي بوحديتو. وحتى اللي كان كيصلح السياره تا هو خصو يتعاقب، لان حتى السياره راه جبرها كتصلح، بدلوا له البارابريس تبدلت، جاش في ميت حيد الطوموبيل بقى بالدم، لان حتى الميكانيسي اللي كان كيصلح خصو تا هو خصو يتعاقب، لان كان كيتستر على جريمه، ما هو ضلوا العداله تا هو بدو خصو يتعاقب على هاد الشيء هذا اللي عمل. بنية التطلبات ديالنا اللي كنطالبو هو دي العقوبة ديالو، ماشي بوحديتو هو واللي كانوا راكبين معاه ومعلم اللي كان كيصلح السيارة. وكاين شي ناس كيقولوا لنا بلي حادثة السير يقدروا يعطيوها شي 6 شهور 8 شهور يخرج، راه ميمكن شي واحد ماشي بواحد السرعة اللي 160 ولا 180 هو اللي طوريتو كيمشيو فيه 120 كيلومتر في الساعة، وعاد دابا حنا في وسط المدينة، لا يعقل واحد ماشي بواحد السرعة اللي هي جنونية. وما قدروش نقولوا، كاين اللي كيقول راه كان سكران ولا راه كان كامل القوى العقلية وحز، لا كان سكران ولا شي حاجة كانت تقلبات به الطوموبيل ولا كان سمح فيها وهرب، ولا سي كان كامل القوى العقلية، يمكن لا سكران لا والو، حيث هو كان ماشي بواحد السرعة وشافو مغارطو وتا الفران ما اداش. حنا مشينا فتشنا شوفنا بمسرح الجريمة، شفنا كلشي بعين، لا كان عمل الفران ولا عمل شي حاجة كان يبقى لطرا ديالو في الأرض، ضربوه هراب. و حنا عارفين بلي هذا حادث سير، حنا ما كنقولوش لا، ولكن واحد ضرب واحد قتلوه هراب ومشى بقى يومين ومخبى ودا الطوموبيل باش يخفي معالم الجريمة، راه مكيبقاش شي حادث سير في حديثو هذا، كتدخل فيه تضليل العدالة وكيدخلوا فيه بزاف ديال الحوايج. ولا كان هو صلاح الطوموبيل اللي كان هكا يهرب، كان هو شاف الدنيا مرونة كلشي كيفتش عليه، حنا كنفتشو عليه خوت هاد المرة تخيل رحمه، كيفتشو عليه صحابه واللي كيعرفو واللي ما كيعرفناش كامل كلشي كان كيفتش عليه. ديك الساعة عاد مشى قدم راسهم هو كاع، هذا كيسكن في بافلوري، كيسكن الجيران ديال النسب ديال الخيلار، وما هو كيعرفهم كيعرف خوته كيعرفهم كاملين بيه، كيعرفهم هو عارف راسو اللي من ضراب وعارف اخرين كيعرفوه وتربى مع بعضيتهم.